بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم طلاب وطالبات الصف الرابع في المرحلة الابتدائية في خدمة دروس ومع درس جديد بعنوان الحرارة. كيف تنتقل الحرارة؟ من تقديم الأستاذ أحمد عسيري. في درس اليوم، ماذا تتوقع أن تتعلم أو ما الشيء الذي تتوقع أن يتطرق له درس اليوم؟ سنتعلم في درسنا توضيح كيف تنتقل الحرارة، 2 المقارنة بين التوصيل والحمل والإشعاع الحراري، 3 تبيين المادة الموصلة والمادة العازلة للحرارة. لدينا طرق لانتقال الحرارة. كما نعلم أن الحرارة تنتقل من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد. لدينا 3 طرق لانتقال الحرارة. ما هي 3 طرق؟ أولها انتقال الحرارة عن طريق التوصيل. ثاني طريقة هو انتقال الحرارة عن طريق الحمل. أما الطريقة الثالثة فهي انتقال الحرارة عن طريق الإشعاع الحراري. لماذا حينما تضع يدك قريبة من اللهب أو من النار فأنت تشعر بالدفء؟ ما الذي يحدث ليدك أو ما الذي يحدث لجسمك حينما تقترب من اللهب؟ لماذا تشعر بهذا الدفء القادم من اللهب؟ ما يحدث لك هو بسبب انتقال الحرارة من الجزء الساخن اللي هو اللهب إلى جسمك. ولكن كيف يحدث هذا الانتقال؟ أول طريقة، لاحظ جسم ساخن وجسم بارد. إذا تلامس الجسمين الصلبين فإن الحرارة ستنتقل بما نسميه التوصيل. لاحظ في هذه الصورة، تلامس الجسمان فانتقلت الحرارة من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد حتى يحدث الاتزان. إذن عندما يتلامس جسمان مختلفان في درجة الحرارة فإنها تنتقل من الجسم الأكثر حرارة إلى الجسم الأقل حرارة. أيضا إذا وضعت إناء على النار فأنت تحترس حينما تمسك بطرف الإناء، مع أن طرف الإناء لم تصله النار مباشرة، ولكن عن طريق التوصيل انتقلت الحرارة من هذه المنطقة إلى هذه المنطقة. إذن التوصيل أيضا ممكن يحدث داخل الجسم نفسه. أيضا لدينا طريقة ثانية لانتقال الحرارة في السوائل والغازات. في السوائل والغازات تنتقل الحرارة عن طريق ما نسميه الحمل الحراري. كيف يحدث هذا الحمل الحراري؟ الجزيئات في السائل والصلب التي تتعرض للحرارة أولا هي الجزيئات في أسفل الإناء، ولكن فإن جميع السائل في الإناء سيسخن بنفس الدرجة، وذلك أن الجزيئات الساخنة في الأسفل ستصعد إلى الأعلى حاملة معها الحرارة، لذلك نسميه الحمل الحراري. تسخن الجزيئات في القاع أولا وتحمل حرارة وتصعد إلى الأعلى، والجزيئات الأقل حرارة ستنزل إلى الأسفل لتسخن هي الأخرى. لاحظ أن الجزيئات الساخنة أصبحت في الأعلى والجسيمات الباردة
تحل محلها لكي تسخن هي أيضا. بعض الأحيان قد تنتقل الحرارة بدون تلامس، فالنار ممكن أن تسخن أجسامنا أو تسخن أيدينا من دون أن نلمسها. ماذا نسمي هذه الطريقة في انتقال الحرارة؟ إننا نسميها بالإشعاع الحراري، وأيضا الشمس ترسل طاقتها الحرارية عن طريق الإشعاع الحراري. الإشعاع الحراري ينتقل في الفراغ، لا يحتاج إلى وسط مادي لينتقل فيه، مثل ما يحدث في انتقال حرارة الشمس إلى سطح الأرض. لماذا في الشتاء نلبس ملابس مختلفة عن ملابس الصيف؟ لماذا نلبس الصوف في فصل الشتاء؟ هذا القفاز مصنوع من الصوف وهو يدفي اليدين، لماذا تلبسه في فصل الشتاء؟ الصوف يحفظ حرارة الجسم، فهي لا تخرج إلى خارج محيط الجسم. إذن الصوف مادة تعزل الحرارة وتجعلها لا تخرج بشكل جيد، إذن لا تنتقل الحرارة بشكل جيد في المواد العازلة، لذلك نسميها مادة عازلة، تعزل الحرارة ولا تنتقل بشكل جيد. أيضا في جسم الحيوانات وجسم الإنسان هناك دهون تعمل على الاحتفاظ الجسم بالحرارة، والدهون مادة عازلة لا تسمح بانتقال الحرارة بشكل جيد، فيبقى الجسم دافئ. أيضا كما أن هناك مواد عازلة هناك مواد موصلة. هذا الإبريق مصنوع من مادة موصلة، لكي يتم تسخين الإبريق من الأسفل فتنتقل الحرارة لما بداخل الإبريق ويسخن هذا الإبريق. لو كانت المادة المصنوع منها الإبريق لا توصل الحرارة فلن يسخن ما بداخل الإبريق، لذلك يصنع الإبريق من مادة موصلة جيدة للحرارة ويتوصل الحرارة بشكل جيد، هذه نسميها مادة موصلة. لماذا تبدو الأواني المصنوعة من الألومنيوم والحديد أبرد من الأواني الخشبية عند لمسها في درجة حرارة الغرفة؟ لو لدينا إناءين، أحدهما من ألومنيوم أو حديد وآخر من الخشب، لماذا يبدو الألومنيوم أو الحديد أبرد عند لمسهما؟ لأن الأواني الفلزية يعني المصنوعة من الألمنيوم أو الحديد موصلة للحرارة وتنتقل الحرارة منها بسهولة، يعني تفقد الحرارة بشكل سهل، لذلك تبدو أبرد. أما أواني الخشب فهي مواد عازلة للحرارة لأنها لا تنقل الحرارة، لذلك تشعر أن الأواني الفلزية أبرد، يعني الأواني الخشبية تبقى محتفظة بالحرارة. ما الاختلاف بين الإشعاع الحراري والتوصيل والحمل الحراريين؟ ماذا يحتاج الإشعاع وماذا يحتاج التوصيل والحمل الحراريين؟ التوصيل والحمل تحتاجان لوسط مادي لنقل الحرارة، أما الإشعاع لا يحتاج لوسط مادي لنقل الحرارة، كما قلنا الإشعاع ينتقل في الفراغ. وصلنا إلى التقويم الختامي، لدينا مصطلحين في اليمين وأربع جمل في اليسار، والمطلوب توصيل المصطلح المناسب بالجملة المناسبة. الحمل الحراري هل هو مواد لا تنقل الحرارة بشكل جيد
أم لا يحتاج إلى وسط مادي ناقل أم التقاء الحرارة خلال السوائل والغازات، أم هو درجة غليان الماء؟ الحمل الحراري هو انتقال الحرارة خلال السوائل والغازات، أحسنتم. المادة العازلة، ما هي المادة العازلة؟ هل هي مواد لا تنقل الحرارة بشكل جيد؟ أم لا يحتاج إلى وسط مادي ناقل؟ أم أن مادة عازلة هي درجة غليان الماء؟ إذن مادة عازلة، اخترتم لها أي جملة؟ هل قلتم الجملة الأولى؟ أحسنتم، إذن هي مادة لا تنقل الحرارة بشكل جيد. اليوم تعلمنا في درس الحرارة كيف تنتقل الحرارة، وقلنا التوصيل ينقل الحرارة في المواد الصلبة، والحمل الحراري ينقل الحرارة في المواد السائلة والغازية، أما الإشعاع الحراري فهو ينقل الحرارة في الفراغ ودون الحاجة إلى وسط مادي. أيضا أخذنا المواد العازلة وهي مواد لا تنقل الحرارة بشكل جيد، والمواد الموصلة مواد تنقل الحرارة بشكل جيد. كذا نكون وصلنا لنهاية درسنا لهذا اليوم، آملين أن نكون قد استمتعنا واستفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.